مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم مجموعة من المقالات التي تتناول قضايا محلية وعالمية وعربية، لكن بعد الفاصل. نبدأ وإياكم ونحن ندلف إلى عام من الفساد. متى يعتذر العراقيون لنور زهير؟ سؤال وجيه. البداية من صحيفة المدى، حيث نقرأ مقالا للكاتب علي حسين الذي يتناول فيه قضية رجل الأعمال العراقي نور زهير المتهم بسرقة المال العام. حسين يشير إلى أن الإفراج عن زهير بكفالة رغم تهمته يثير شكوكا حول نزاهة القضاء العراقي، ويطرح تساؤلات في نفس الوقت حول قدرة النظام القضائي على مواجهة الفساد. الكاتب يوضح أن هذه القضية تعكس مشكلة أعمق تتعلق بفقدان الثقة العامة في قدرة المؤسسات على تطبيق العدالة ومحاسبة الفاسدين. بعيدا عن القرارات الجديدة التي أصدرها القضاء باعتقال نور زهير من جديد ومنح الكفيل 13 يوما لإحضاره إلى المحكمة، وبعيدا عن البيانات الوردية حول سلطة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة النزاهة والشفافية، فإن خطورة ما جرى في قضية نور زهير تكمن في أن الناس لا يمكن لها بعد ذلك أن تثق بقرارات تتعلق بالفساد، فضلا عن أن هؤلاء الناس أنفسهم يدركون جيدا خطورة أن يخضع القضاء لتأثيرات جهات معينة، لأن الراسخ في أذهان العراقيين أن أولى بشائر الديمقراطية تكمن في تشكيل قضاء يقف إلى جانب الصدق والحق والعدل، وأن الناس تتوقع أن يساهم القضاء في مساعدتهم على دخول المستقبل وبناء دولة حديثة تمنح حق التعدد السياسي والثقافي، دولة تقوم على أساس حق المواطنة لا حق نور زهير وعصابته، وعلى العدالة والمساواة لا على توزيع قرارات إطلاق السراح بين الحيتان. وقديما قال الفيلسوف جون لوك: حينما تنتهي سلطة القانون تبدأ سلطة الخراب. هل بمقدور المالكي التخلص من خوائه الطائفي؟ نطلع مقال آخر في موقع قناة الرافدين ونقتفي الأثر، حيث يتناول الكاتب نقدا لاذعا للسياسي العراقي نوري المالكي، متسائلا عن قدرته على التخلص من خطاباته الطائفية والسياسية التي تعزز الانقسامات في العراق. الكاتب يعرض كيف أن المالكي في نظره يعاني من أزمة نفسية وسياسية تدفعه إلى اتخاذ مواقف تثير الاستقطاب والتوتر، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع العام في العراق. المقال يوضح أن هذه الأزمة ليست فردية فقط، بل تعكس حالة أوسع من الإخفاقات في العملية السياسية العراقية الحالية. نوري المالكي سيوصف بأنه أكثر السياسيين الذين قضوا حياتهم في أن يكونوا جامعي وصفات تدمير العراق، وكان يوقت توزيع تلك الوصفات كلما انتابه شعور بالهامشية، يريد أن يكون في المتن ويمنح نفسه الحق كعقل قبوري في أن يكون حاضرا في تاريخ عمره أكثر من 1000 سنة. يتحدث مثل أي ذهنية طائفية بوصفه شاهد عيان على ذلك التاريخ ليحدد وفقه مفهوم الوطنية العراقية، كما حدث في تصريحه الجديد. المعضلة الأقبح من كلام المالكي عن وطنية العراقيين المقترنة بوجوب تأييد العملية السياسية، هناك من يعبر عن دهشته بهذا الكلام ولا يكتفي بمجرد الاستماع إليه كتعبير عن الازدراء، لكن هذا هو النموذج السائد في السياسة العراقية على أي حال، هم والتدليس شيء واحد كما يقول صديقي الكاتب علي الصراف. والمالكي ليس حالة فريدة، ولكنه هو النموذج الذي يقتفى أثره بوصفه أبو النظام الطائفي ومؤسس نظام المحاصصة وزعيم الدولة التي أصبح الفساد هو عنوانها وسبب وجودها الوحيد.
في الدولة التي رعاها المالكي صار السؤال الوطني مستبعدا، بل إن هناك من يسخر من الوطنية كونها من وجهة نظره تنتمي إلى عالم يجب استبعاده واجتثاثه. لذلك شعر المالكي ومن معه في دولتهم الافتراضية القائمة في المنطقة الخضراء بالخطر الشديد لمجرد رفع شباب تشرين شعارا نريد وطنا. نقرأ كثيرا اليوم ومراقبون كذلك خطط الحكومة لمكافحة التضخم في العراق حيث تنتهي بتضخم جيوب الفاسدين. نقرأ مقالا في صحيفة طريق الشعب حيث يعرض مجموعة من الآراء والتحليلات حول أزمة التضخم في العراق. الكاتب يتناول السياسات الاقتصادية الحكومية التي يدعي أنها فشلت في كبح جماح التضخم بل أسهمت كذلك في زيادة ثروات الفاسدين. المقال يستعرض آراء خبراء اقتصاديين يرون أن تغيير سعر الصرف والسياسات المالية التوسعية في العراق كانت من العوامل الرئيسة المهمة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين. وفيما يتعلق بكيفية تأثير السياسات الحكومية وإدارة البنك المركزي على التضخم، أوضح الشماع لطريق الشعب أن السياسة المالية ساهمت بطريقتين: أولا زيادة الإنفاق الحكومي من خلال تضخيم الموازنات دون وجود حسابات ختامية، وثانيا تغيير سعر الصرف ورفعه من قبل علي علاوي وزير المالية الأسبق إلى مستويات أعلى ما أدى إلى قفزة في الأسعار عام 2021. ورغم تخفيض رئيس الوزراء الحالي السوداني لسعر الصرف إلى حوالي 1320 دينارا للدولار، إلا أن تأثيره على تخفيض الأسعار كان محدودا نظرا لأن سعر الصرف الموازي ظل مرتفعا. وأضاف الشماع أن السياسات التي تبنتها حكومة السودان والبنك المركزي لم تسهم في مكافحة التضخم، بل على العكس، إذ استمرت السياسة المالية التوسعية والإنفاق الضخم على الموازنة التي تحتوي على عجز كبير وصل إلى 80 تريليون دينار. واعتبر الشماع أن هذا العجز قد يعكس رغبة لدى الحكومة في الإنفاق لملء جيوب الفاسدين، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع المالية وجعل من الصعب مكافحة التضخم. عن حرائق البيت الصهيوني حيث النيران تأكل بعضها البعض، ونقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا لرأي الصحيفة نفسها حول الانقسامات الداخلية المتزايدة الحاصلة داخل الحكومة الصهيونية. الكاتب يتناول كيف أن السياسات المتطرفة التي ينتهجها بعض الوزراء مثل إتمار بن غفير تسهم في إشعال الفتن داخل البيت الإسرائيلي. المقال يشير هنا إلى أن هذه الخلافات ليست مجرد خلافات سياسية، بل أنها تعكس تماما أزمات أعمق تهدد بانفجار الأوضاع في الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب المستمرة الهوجاء ضد الفلسطينيين العزل. بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي أطلق صفة مشعل الحرائق على إتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الائتلاف، تعليقا على أحدث تصريحات الأخير بشأن عزمه على بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى. وأضاف غانتس أنه لا يتوقع الكثير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأنه سمح للوزير المتطرف بإسقاطنا إلى الهاوية مقابل الهدوء السياسي. وبالطبع فإن غانتس يتناسى أن الحرائق تواصل الاشتعال في داخل البيت الصهيوني ذاته قبل تصريحات بن غفير الاستفزازية حول المسجد الأقصى وقبل زياراته الوقحة على رأس قطعان المستوطنين ونفر المتطرفين من أعضاء الكنيست، وخلال أداء صلوات السجود الملحمي اليهودية التي تحضر غالبية الحخامات أداءها في باحات الأقصى، كما يتجاهل أن النيران لم تعد تنجم عن التراشق بالاتهامات بين هذا أو ذاك من الوزراء الإسرائيليين داخل الائتلاف الحاكم نفسه أو من جانب المعارضة وفي مواجهة الناطقين باسمها، بل بلغت مواقع حظيت على الدوام بحرمة خاصة في الثقافة السياسية الصهيونية.
الحرب الغربية على الشعب الفلسطيني، ونحن نعانق هموم الفلسطينيين، نطالع مقالا للكاتب جوزيف مسعد في صحيفة عربي 21، حيث يناقش مسعد الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجية إمبريالية غربية واسعة النطاق. الكاتب يعرض هنا كيف أن الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا تلعب دورا رئيسا في دعم السياسات الإسرائيلية، ليس فقط من خلال تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وكذلك المالي له، ولكن أيضا من خلال تبرير العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين. المقال يقدم رؤية تاريخية توضح جليا أن هذا الدعم ليس جديدا، بل يمتد لعقود طويلة من الزمان منذ بداية المشروع الصهيوني في المنطقة. الحرب الغربية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني تشن دفاعا عن الغرب وليس دفاعا عن إسرائيل فحسب. أما القيم المشتركة التي تلوح بها الدول الغربية وإسرائيل هي في الواقع نفس القيم، قيم الاستعمار الاستيطاني والعنصرية والتفوق العرقي الأبيض والإبادة الجماعية، وكلها كانت ولا تزال جزءاً من الأدوات الإمبريالية المستخدمة لصد التهديدات للمصالح الإمبريالية حول العالم. كما عزز الأمريكيون وجودهم العسكري الإمبريالي في المنطقة إلى ما يزيد على 40,000 جندي للدفاع عن قاعدتهم الاستعمارية الاستيطانية من أي محاولة لوقف حربها لإبادة الشعب الفلسطيني. قد لا تكون إسرائيل استثنائية في تلقي الدعم الغربي لحروبها وفظائعها. تلقت جنوب أفريقيا بشكل بارز قدرا كبيرا من الدعم الغربي، حتى وإن كانت بمستويات لا تقاس بما تحصل عليه إسرائيل، ولكن هذه المستويات الهائلة من الدعم تثبت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل ليست جزءا من سياسة خارجية أو قضية خارجية للدول الإمبريالية الغربية، بل إنها في الواقع قضية داخلية تماما، كما كانت دائما امتدادا للإمبراطورية الأمريكية وشركائها الأوروبيين التابعين لها. أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتير. أهلا بكم من جديد. ردد متظاهرون هتافات مناهضة لوزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسياس أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسبب موقفه الداعم لإسرائيل التي تواصل حربها الهوجاء على قطاع غزة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف يوم أمس بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقيات جنيف. واتفاقيات جنيف هذه هي مجموعة من 4 معاهدات دولية اعتمدت في أغسطس آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب ما. ولدى اعتلائه المنصة من أجل إلقاء كلمته، بدأ نحو 100 متظاهر بترديد هتافات ضد الوزير كاسياس، واتهم المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية الحكومة السويسرية بالتواطؤ التام مع ما يحدث في قطاع غزة الآن من مجازر بحق المدنيين العزل. كما دعا بعض المتظاهرين وزير الخارجية السويسري إلى تقديم استقالته فورا من منصبه.
نشاهد الآن وإياكم تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها لكم. حوالي الساعة 3 السدس كسر وجسر ثقيل وأخذ روالي وغرب 40 نفر شخصي استرشال وطلعنا جسر في ناس حيين والحمد لله الناس كلهم أكثريتهم حيين. الوالي امباري جانب الصباح جاء وفي ناس في منطقة أنا المنطقتي دي منطقة تتابوب دي اتصلنا له تلفون قالوا شال البيوت وشالوا اي حاجه. جانا أمس اتصال أنه في ناس محجوزين في السيل في 7 عربية فيعني دارين يحاولوا يطلعوهم وما لاقين طريقة. 7 لوري فيهم أسر وشيوخ وأطفال ومعظمهم ضحابة، بعض الناس يعني ضحابة. فجانا اتصال تاني قال لنا السد انحال. إلى لقاء.